يلا زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد صباحكم كل خير ويا هلا وسهلا فيكم في هالحلقة إن شاء الله. طبعا سامعين الصوت اللي وراي كرامة أبو عبد الرحمن المتسابقين، الله يبيض وجهه ويجود عليه إن شاء الله، ولا هي بغريبة عليه لا هو ولا قبيلته ولا باقي الناس، عسى الله يجود عليهم بالخير إن شاء الله، لأتيح المجال للكل لأكرم المتواجدين هنا. لكن أعيد وأكرر دائما أنه كرامتنا وكرامة المتسابقين هي بدعاكم اللي يوصل الله سبحانه وتعالى لتسبب التوفيق الجميع. أرحب باسمي وباسمكم بعلي الغامدي أبو الوليد، صبحك الله بالخير يا علي وكأنك مرتبش. الله يطول عمرك. الحمد لله السلامة، الحمد لله دخل ممتاز. اوكي تمام، يعطيك العافيه وائل، يعطيك العافيه والمصور حقنا، الله يمسي عليكم بالخير ويصبح عليكم بالخير انتم السادة المشاهدين وهاني وزياد واهلنا واهل عبد الرحمن طيري، الله يصبحهم بالخير والله يعطيهم العافيه وابد بيض وجههم على ما والله اني خايف ورب الكعبه ما اقدر اعبر. مرحبا ابو شوق، صبحك الله بالخير. البقع يلا حيا يا مرحبا، بيض وجهك. لا علي علي خلاص دخل دخل جوا الشب الحين، ما في خوف ما في مشكله، جبنا الكاميرا عليه كله سهل عشان راقبه. طبعا معنا التقرير الاول جاهز اليوم ان شاء الله، اللي هو اعلان الميزانيه لعام 2017 للمملكه العربيه السعوديه، الله يجعلها ميزانيه خير ونماء لنا. وبالمناسبه كان في تغطيه لقناه بدايه ليله امس او صباح امس بالتحديد للمؤتمر اللي صاحب الميزانيه، نطلع نشوف التقرير ان شاء الله اللي جاهز معنا ونرجع لكم باذن الله. يا هلا يا هلا يا هلا بعون الله وتوفيقه. برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية مساء الأمس الخميس في قصر اليمامة بالرياض ميزانية السنة المالية القادمة 1438-1439 للهجرة، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة الخصوصية. وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف. أيها الأخوة والأخوات، إن اقتصادنا بفضل الله متين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، وهذه نتيجة تبع توفيق الله السياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، ونحن عاقدون العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني، حيث تبنينا رؤية المملكة 2030 وبالبرامج التنفيذية ووفق رؤية صلاحية شاملة، من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة بإذن الله تعالى على مواجهة التحديات وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي. أهلا وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية بعد كلمة سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وإعلان ميزانية هالسنة، اللي اللهم يا رب أن تجعلها ميزانية خير ونماء لنا وتطور في البلد وتقوية على فعل الخير إن شاء الله. أبو شوق، إعلان الميزانية لهذه السنة. الله يجعلها ميزانية خير إن شاء الله. في ميزات كبيرة في الميزانية السنة دي تختلف عن غيرها. السنة دي الميزانية مطروحة للجميع، ممكن تدخل موقع الوزارة وتنزل ميزانية ملف PDF في 40 صفحة تشوف كل تفاصيل الميزانية كاملة. حساب المواطن السنة هذه في تميز، الدعم كان للسلع مباشرة، الآن بيصير للمواطن بدل ما تدعم السلع وترتفع السلع. والميزة الثالثة ان الدعم لحساب المواطن سياتي قبل ان ترتفع السلع، واعلنوا سمع اعلان في 4 جماد الاولى راح يفتح حساب المواطن يسجل فيه اونلاين. في اشياء كثير مفيده للمواطن، وكان هذا الهدف في رؤيه 2030 المواطن اولا، وان شاء الله يجعلها ميزانيه خير وبركه علينا وعلى يا رب الشعب. يا رب هي خطى نحذوها نحو رؤيه 2030 باذن الله، باذن الله انها تكون رؤيه خير لنا وللمواطن وللدوله حكومه وشعب. ابو الوليد، انا اقول الله يجعلنا ان شاء الله يا رب ميزانيه خير وبركه ونماء لهالبلد المعطاء، اللي على راس حرمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الله يطول عمره ويحفظه ان شاء الله يا رب لنا. اللهم امين. هالشيء يجعل وضوح لنا امام الناس وامام قادتنا وحكامنا،
وهذا ندل دل على الصراحة والوضوح أمام المواطن. فالله يجعل إن شاء الله يا رب ميزانية خير وبركة لانطلاقة أيضا رؤية 2030. يا رب يا رب يا رب بالعالمين. طبعا راجعين لأبرز الأحداث، خلنا نتناولها من الحدث الأبرز اللي هو بث ليلة البارحة عن طلعة الشباب للمخيم. ما شاء الله تبارك الله، شفنا كيف كسر الروتين عفوا كيف دخول سعود غربي عليهم وجلستهم الجميلة بين الألعاب والجد والقصايد والبساطة اللي كانت في الطلعة بشكل عام. ويشهد الله سبحانه وتعالى أنه الشباب شفنا أمس كيف كانت نفسياتهم. وللأمانة شكرا شكرا قناة بداية على تهيئتها لجميع الظروف سواء في النقل هنا داخل القرية أو خارجها. المصاحب لطلعة الشباب ليلة البارحة شكرا الشيخ عبد العزيز العريفي أبو محمد على هذه الإبداعات تقدم. شكرا للقناة بشكل عام على رأسهم الأستاذ سامي الجعوني فيما سخر للمتسابقين، ولخدمتك أنت أيها المشاهد، فأنت رأس المال ودائما أنت الوقود الحقيقي لبرنامج زد رصيدك أو قناة بداية بشكل عام. أبو الوليد شفنا طلعة الشباب أمس وكسرة الروتين معاهم والبث اللي جاء ببساطة. أول شيء أشكر القناة وإدارتها على إتاحة الفرصة للشباب للخروج خارج البرنامج في بث مباشر، ما شاء الله لأول مرة في بث مباشر في نص البرنامج. هذا ندلدل على القوة اللي تمتلكها قناة بداية في إدارة الهواء وإدارة البرامج في أي مكان وفي أي منطقة، اللهم لك الحمد. أنا قلتها قبل أمس وأعيد أقولها، ترى مو شيء بسيط أنك تنقل في أقل من 8 ساعات تنقل على بث لايف في مكان آخر وتجهز تجهيزات سريعة خلال 8 ساعات، وخلال 8 ساعات أثناء عودتك ترجع على طول. لأنه أذكر قبل أمس أول ما قفل البث الشباب خلاص كانوا في السيارة وطالعين مع الباص ورايحين للمنطقة وناموا هناك وتواردوا هناك وتواردوا في المكان وبدأوا البث اليوم الثاني. فكان صعب جدا، لكن اللهم لك الحمد إدارة سامي الجعوني ممثلة في قناة بداية ما استصعبت هالأمر ولا قالت أنه شيء صعب، بالعكس وفرت الشباب وسهلته وكان من أسهل الأشياء نقل من البث في المخيم. وشفناها اليوم على الهواء كيف النفسية تغيرت، كيف الحضور، كيف يعني تغيير جو. حتى لو انت طالع بث مكان ثاني يبقى انك تغيير جو، خرجت من الاسوار هذه اللي انت اعتدت عليها وصارت رتاب بالنسبه لك في قرابه 69 يوم او 68 يوم. فتغيير مكان اخر اقل شيء حتى لو في مكان خالي، اهم شيء اني اغير جو واخرج خارج الاطار اللي انا فيه هنا. الحمد لله اللهم لك الحمد. ابو شوق تعليقك على طلعت الشباب امس. اول شيء انا اضيف لشكرك وان شاء الله ما نسيت شكر القناه والمعدين والهندسة والإضاءة والصوت وجميع الأقسام اللي كانوا شغالين أمس وجهودهم الجبارة. الناس ما تشوفها تشوف المنتج المخرج النهائي. وأشكر أيضا على النحيت على المخيم وعلى إتاحتهم، يعني استضافونا في مكانهم حسينا مكاننا من كرمهم من جودهم. والهدف في النهاية هي فكرتين، المتسابق والمشاهد. السنة الماضية طلعنا بث خارج تذكرة زياد خارج القرية، وقفنا البث يوم. مهما كان المتسابق يعيش في نفس المكان تقريبا 60-70 يوم لازم يمل. فكانت الفكرة انه يغير المكان لو يوم واحد. السنة الماضية ما كانت الامكانيات مهيئة انه يكون في بث، السنة دي هيئت القناة بث خارج اسوار القرية، عربة نقل متنقلة، وجربناها في محاضرة الشيخ صالح المغامسي، جربناها في اكثر من مكان وكانت تؤدي الغرض كاملا. يشكرون جميع الأقسام على هالعمل الجبار. المهم اللي يبغاه المشاهد، الفائدة اللي يحتاجها المشاهد هي أن يزيد رتم البرنامج، يزيد أداء المتسابقين، يزيد حضورهم، يزيد تفاعلهم. بالأمس شفنا لهم حضور جميل في لوكيشنين بس تقريبا. اليوم رجعت القرية عندك حرية كاملة تقدم كل اللي يبونه من كل الجمهور. قبل الجمهور يعرفون أنه قبل البث تقريبا ب 12 ساعة الشباب كانوا في المخيم وطعسة وغرزة، يعني عاشوا حياتهم الطبيعية بكل. أمس ما كان في خصم على الأكل، ما كان في أبو كاتم، ما كان في خصميات. فهو يوم خارج قوانين القرية كاملة، واليوم إن شاء الله يرجعون أو رجعتهم اليوم يكون لها أثر على واقعهم في القرية، وهذا الشيء اللي نحن نحاسبهم عليه في الأيام القادمة والجمهور يطلع. وشفنا الانطلاقة من رجعتهم ما شاء الله تبارك الله، وشفنا أكثر من عمل أو من فقرة اليوم، وكان في تقبل من الشباب. بالعكس أداء وأخرتها اللي كان التتشي المصاحب للمنشد الكبير أبو علي بتقديم الغالي ناصر الغامدي، وأحداث كثيرة راح نستعرضها اليوم، بس راح نتناقش بعض المحاور إلى أن يجهز التقرير الثاني المصاحب لأبرز أحداث اليوم بإذن الله. أبو الوليد شفنا اليوم عدة فقرات من ضمنها بدايتها لما الجمعة لسعود غربي. طالما أنه الأخوان بلغوني أنه جاهز التقرير نطلع نشوف التقرير الثاني اليوم لأبرز الأحداث
أو جزء من أبرز الأحداث، لأن سنتناول تقرير ثالث لبقية الأحداث. روح شوف التقرير الثاني وراجعي لكم إن شاء الله، خليكم قريبين. يا هلا وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية بعد التقرير واستكمال ليلة أمس اللي كانت بالمخيم. شوف سعود غربي ما زال يقدم خدمة لمجتمع جليلة. من أيام البرنامج كان عنده فكرة في دعم الأسر المنتجة. ما زال داس يقدم هالفكرة في لمة الجمعة. تناول أحاديث كثير، تناول اليوم الحديث عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. تحدث اليوم سعود غربي أيضا مع الشاب عن أهل عمان وكرمهم وجودهم، وذكر الشاب قصصهم معهم. تحدث اليوم منيف في لمة الجمعة عن أنه دخل متأخر في جروب رصيدك، فكيف تعرف على الشباب وكيف طريقة تعرفه للشاب، أنه بحكم أنه آخر واحد دخل الجروب. وهذا ترى من الأشياء اللي يمكن ما يعرفونها الجمهور، آخر متسابق انضم لزد رصيدك هو منيف الخمشي. فهذه أحاديث عابرة من الشاب أنشدوا فوق المراجل الغيمة، أنشدوا مجموعة أناشيد، جابوا شيلة سعد صالح الزهيري. سعود في ميزة أنه لو جلس معك كل يوم تشعر بتجدده، تشعر بحضوره. جميل جميل جميل، عسى الله يقوي إن شاء الله أبو غربي والشباب وجميع الفقرات اللي تقام ببرنامج زد رصيدك، اللي نأمل بإذن الله أنها تكون قد أو تصل إلى مستوى طموحكم ورضاكم كمشاهد. أبو الوليد، اليوم شفنا مؤتمر الجمهور اللي جاء بعد المغرب مع ناصر الحربي. ما زلت أقول وأشكر أخي وصديقي ناصر الحربي على ما يقدمه في فقرة مؤتمر الجمهور، وهي نافذة واضحة وصريحة أمام الملأ للجمهور للمتسابقين، وتوضح آرائهم في بعض الأشياء والشغلات والرسائل، وبعض الرسائل توجه لبعض المتسابقين. ما زلنا نعيد ونقول ونكرر لبعض الجماهير اللي ممكن ما هي مستوعبة الإعداد اللي يصير للفقرة أسبوعيا. ما هو معقول أسبوعيا أنه أوفق المتسابق مثلا هاي النزية أوفر أسبوعيا 3 فيديوهات من جمهوره. ما هو طبيعي أني كل أسبوع أجيب 4 فيديوهات الزيادة الشهري. ما هو طبيعي أني كل أسبوع أجيب 5 فيديوهات للعلي الغامدي. لا، أسبوع أنا مثلا تغريدتين لفلان وفيديو لفلان وتغريدة وفيديو لفلان، أسبوع اللي بعده فيديو وتغريدة وفيديو لفلان، زي كذا. فهمت؟ هي تقسيم. ليش؟ مستحيل لو أنا طلعت لكل المتسابقين فيديوهات في حلقة واحدة، خلاص لازم أشوق لحلقة ثانية يكون في متسابقين ثانية ما طلعين فيديوهات، فيضطرون مثلا يتابعون الحلقة اللي بعدها. في أشياء معينة زي ما تقول تشويق لكم الحلقات الجاية، مشاركات. ما أقدر لو أنا أحط لكل متسابق فيديو وتغريدة خلص الحلقة، لازم مثلا متسابق مثلا يكون له عدد من التغريدات معين، تغريدتين 3 تغريدات، متسابق كله فيديو تغريدة. ما هو معقول انه اذا فلان مثلا نزل له تغريدتين 3 تغريدات ليش ما جاء فيديو؟ جميل. طيب في حلقات جاية وفي حلقات سابقة اكيد غطي بفيديوهات من الجمهور او بتغريدات، فما هو كل حلقة يكون الاستياء هذا من بعض الفقرة. بالعكس، ناصر يحاول بشتى الوسائل انه يغطي جميع الشباب ويلبي رغباتهم ورغبات جماهيرهم من ناحيه توصيل الرسائل، ومقدر وعارف الضغط اللي يواجه ناصر كمدير اعداد ومقدم الفقره هذه. جميل، اسال الله يقويك يا ناصر لتتمم ما بقي من الحلقات في الايام القادمه ان شاء الله. معنا الجميلين من الكوفيش الروم، طلال وسامر. طلال وسامر، صبحكم الله بالخير. صبح بالنور. مرحبا لمليون، نورت القريه. امين يا فعد راسي، كيفكم؟ طيبين. وش اخباركم؟ وش علومكم؟ ابشرك يا حبيبي، علومنا تسركم. اعطوني اسماء كل اللي عندكم من معي. سامر وطلال ومين؟ سامر وثامر والسبعة انعام. والله يا طلال، وينك يا طلال؟ هنا. ارفع يدك اشوف. عندنا قصيدة بلقيها الشيخ ذا عبد الرحمن المطيري. والله لا اسحب سؤالي واسمع قصيدتكم، اسلموا. يا مرحبا بذيب تعلى فوق قريتهم، انا اشهد من سماك سقى الرحمن سمى. كفو يا ابو ملفي هذه عادة لك، ما يبغي ريبة على عيال رجالي. حلق يا صقر فوق، انت مكانك القمة. سلامتكم. سلامتكم. يا طلال، ايش شعوركم يوم جيتوا القرية؟ يعني كنتوا تشوفونا بالتلفزيون الان انتم داخلها. متحمسين. جميلة القرية؟ جميلة. الله يقويكم ان شاء الله. بشوك يا طلال. سم. وش تقربون لعبد الرحمن؟ يلا واحد واحد. انا اخوه، هذا انا ولد اخته. انت ولد اخته؟ ايوه. واللي بعده؟ ولد اخته. ايوه.
ولد اخته؟ ايوه هذا بنت اخوه. بنت اخوه. بنت اخوه يعني هو خالكم. ايه كفو الله يقويكم ان شاء الله. ايش تبغون تقولون؟ وش تبغى تقول يا طلال قبل لا نطلع من عندكم؟ الجمهور اقول لهم ادعم عبد الرحمن. ايوه صوتوا له وعبد الرحمن الزايد ادعوه بعد. اي واحد اسمع عبد الرحمن شلك يشلك وفارس حلو ابو كاتم. ابو كاتم لا فكنا من ابو كاتم لا يطلع. طيب ترى باقي 10 دقائق ويجي ابو كاتم امشوا من القريه. الله يقويكم شرفتونا. خلنا نتناول هالحدث طالما انه تواجدوا معنا الشباب بالكوفيش الروم. مثل هالاجواء يا ابو شوق لعبد الرحمن طيري ما شاء الله تبارك الله وجود ابوه واخوانه وبنات اخته. التغيير العام هذا للنفسيه اللي يعني جت بعد المخيم والتغيير النفسي اللي كان فيها. هل بيزيد الصقر علو في السماء؟ والله اليوم هو يوم السقوط طبعا. نايف هزازي اليوم معنا الصقر وعبد الرحمن طيري اليوم موجود. انت مصراوي. فاليوم ابو شوق مستانس اليوم. شو اسمه دائما لما اتكلم عن الصقر اتذكر ابيات قلتها قبل مده في سناب لكثير عزه ولما قال بغاث الطير اطولها رقابا وام الصقر مقلات النزور بغاث الطير اطولها رقابا ولم تطل البزات ولا الصقور خشاش الارض اكثرها فراخا وام الصقر مقلات النزور. ما زال الصقور نادره في الارض. واحد اثنين واليوم اجتمع عندنا صقرين و وخلك مركز واحد منهم صقر عالمي ترى يعني. في صقرين صقر خلي صقر عالمي لا كلهم ان شاء الله يصلوا للعالميه. طبعا من الاشياء اللي افخر فيها اني تواصلت مع كان لي شرف التواصل مع يعقوب ابو عبد الله اخو عبد الرحمن ومع نوح بن ملهم وولد عمه وفي الايام الماضيه والحمد لله تيسرت الزياره اليوم الحمد لله وفيهم كرم عجيب كرم نفس عجيب يعني في التواصل وفي الاخوه يوصلون السلام لك يا علي. انا واجهت واحد من اخوانه برا عند الباب فلما دخلت سلمت واضحه عرفته قلت اخو عبد الرحمن الدم واحد قلت الدم واحد واحد ما شاء الله تبارك الله الشباب واضح عرفته من الشباب ما شاء الله تبارك الله. نقول حياكم الله ويا مرحبا والله ومسهلا وما جيتوا الا بيتكم وكان يتناقش معي يا اخو عبد الرحمن وكذا فكان يتحدث بعموم الجماهير والمتسابقين والحمد لله يعني ابدا يعني اللهم لك الحمد. يتحدث بشكل عمومي عن رضا تام في توارد الشباب وحضورهم وقرارات القرية وحدوث الأحداث الجميلة هذه. الحمد لله أسلم. لا بس ذبان حكت ذي هاي الطيارة وسع صدرك القلب الرجال في الشوك ما عليك. طبعا هذه أعطي الفكرة أصبر خلي تعود. طيب هذه رسالة لأبا عبد الرحمن وأخوانه. أتمنى أنكم ما تمشون لين أسلم عليكم وأنول هالشرف إن شاء الله بالسلام عليكم بعد انتهاء الحلقة. المحور اللي معنا اللي الآن بنتناوله الديوانية اليوم وجود ناس في القمة كضيوف المنشد الكبير صالح اليامي وفهد الشهراني والصقر نايف هزازي اللي تواجدوا اليوم ورجعت روح الديوانية مع رجعة راجح الحارث اليوم متحمد له بالسلامة والتميز غاب لظروف ولكن عاد بشكل مختلف بشكل متميز نوروا القرية اليوم ونوروا الديوانية هالثلاثة نجوم مع وجود راجح. راجح ما يحتاج نقول له نجم لأنه أسس نفسه من قبل هالكلام وأكيد أنه هو بنفسه طفش من كلمة نجم فلذلك نورتنا يا حبيبي يا راجح أبو الوليد الديوانية اليوم بشكل مختلف. أنا أقول الحمد لله على السلامة يا راجح وهو امتداد لإبداع الأسابيع الأسبوع الماضي في أثناء غياب راجح نقول الحمد لله على السلامة. اليوم مضيئة الديوانية بضيوفها الجميلين الشاعر الجميل الشهراني فهد وأيضا المنشد الجميل صالح اليامي وأيضا الصقر نايف هزازي حياها الله ويا مرحبا ومسهلا. وأنا جاي داخل القرية شفت قرابة عدة جماهير واقفين برا فاستغربت توقعت أن أحد المسابقين أو جمهور فكانوا واقفين يقولون إحنا جمهور النصر جايين نسلم على نايف فكويس انه وفقنا بين جمهور النصر ونايف عشان نشوفه. انا اقول حياك الله يا ابو هزازي في هالقناه وفي هالفقره اللي تعتبر من اميز وابرز الاحداث والفقرات اللي في البرنامج. ضيوف صراحه يشار لهم بالبناء في المجتمع ومن قامات في المجتمع لا في الشعر ولا في الرياضه ولا في الانشاد. صالح فهد نايف صراحه الديوانيه اليوم مختلفه نهائيا بضيوف جميلين جدا
غني عن تعريف فهد وغني عن تعريف صالح وغني عن تعريف نايف. ألف مبروك لنا التميز وهالضيوف الجميلين. يا رب لك الحمد. أبو شوق، هل سيكون قدوم نايف للحلقة اليوم أو الديوانية فاء الخير على يوم الاثنين؟ والله هذا التحليل استديو التحليلي حق بعض النظرة اليوم، خلنا استديو التحليلي. في ناس من الكنترول يقولون يا رب. يا رب. في خالد شنيف. كيف؟ هدد دقيقة بالله، هدد شوي محمد دعية. أنا خالد جاسم. لا والله شيء مباراة النصر والهلال إن شاء الله تكون مباراة قمة ممتعة إن شاء الله يوم الاثنين القادم. لكن خلنا في نقاشنا اليوم. أسلم. الديوانية من يوم بدأت إلى الآن هي ما زالت في قمة عطاها مع أبو فزاع، سواء مع أبو فزاع أو مراجع، يمكن راجع تصير ظروف، لكن يبقى أستاذنا أبو فزاع عراب للديوانية أصلاً و... عراب للقرية بشكل عام. عراب للقرية بشكل عام. الديوانية اليوم مع فاقدين وفزاع اليوم. فاقدين وفزاع أصلاً. والله فاقدين حسة. بس أبو فزاع الله يعينه صباح ومساء، على قولة بعض الناس إيه الدواء، حب الصبح حب المساء. إيه والله الله. وخير ما تستفتح وجهك في صباح فقط بتسبان وحنسيت وحنسيت حبة عند اللزوم في فقرة فيه. في فقرة عند اللزوم. أيوة فهمت، عند الاحتياج. وتختم فقرتنا آخر اليوم فزاع. هذا شيء، هذا ندل يا جماعة، يدل على شيء واحد، هذه رسالة للمتسابقين. أبو فزاع كان متسابق في بداية القناة أصلاً لما كان في مصر، وما زال رقم صعب موجود في كل نسخة، حتى في نسختكم دي ألقى كلمة بعد إسرائيل في ثلاثة، وفي أربعة موجود في ليالينا. ثلاثة كان زائرنا مجموعة من متسابقين درسك اثنين، أربعة كان مقدم فقرة ليالينا، خمسة كان وأيضا خمسة كان مقدم فقرة بيت الآباء. الرسالة هنا علي للمتسابقين، أبو فزاع كان متسابق زيك زيه، اللي فرق إن أبو فزاع أثبت وجوده وصار رقم صعب وصار حاضر في كل النسخ وما زال متواجد. فزاع ايضا ترى احنا موضوع عن الديوانيه تنوع الحضور، كيف عشان رفع الخوينا خلاص عشان لما غيب بنات تضبطونا يا تمام، عرفتوا الخطه؟ يلا شباب اليوم يمكن هذا اول يوم يكون في تنوع زي كذا، شاعر ومنشد ولاعب بس على العيار الثقيل يعني. فهد الشهراني اسم لامع في عالم الشعر جدا، صالح اليامي من امريكا تسمع صوته وتسمع نغمه وجماله، ونايف هزازي ما شاء الله يعني، نايف هزازي يمكن اللاعب الكبار القليلين اللي لعبوا في ثلاث أندية كبار يعني، لعب في الاتحاد، لعب في الشباب، لعب في وكلها بإنجازاتها الثلاثة، كلها بإنجازاتها هذه. وإن شاء الله أن يكون جيد بداية فالخير. إيه؟ ما زلت أؤكد إدواردو ما بيجيز عودة راجح تعطي جو جميل ورائع في الديوانية، وان شاء الله انه ما يغيب عنها ابدا يا رب يا رب، عشان ما تجي حبه اللزوم حقتك فعلا خير ان شاء الله، والله ييسر اموره ان شاء الله للاستمرار واكمال ما بقي من البرنامج. معنا التقرير الثالث اليوم جاهز، تقرير اعتبره ضربه انا من جماله للمبدع وائل خواجي وبندر العلي، نشوف التقرير راجعين لكم. يا هلا وهلا باللي جينا، يا هلا يا هلا يا هلا باللي يا سيد أهلي وخلاني سلامي يا بندر معالي، سلامي يا عمدة مقارية، سلامي يا عمدة مقارية يا سيد أهلي وخلاني. سلامي يا وائل خواجي، سلامي يا فنان مقارية، سلامي يا فنان مقارية يا سيدي أهلي وخلاني. أمخلي أخشى على خلة من كل حاسد وشيطاني، من كل حاسد وشيطاني. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا سيد أهلي وخلاني. يا ناشرة كف كف مبدلة في مداعي طينين وغدراني، في
الحكم داعي طيني وغدراني ومثوب في نكشت وباجلة وبحبر بازي صبياني وبحبر بازي صبياني ما انتهينا ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا تي 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 تقرا صيدك رجعنا لكم يا هلا وسهلا بعد هالتقرير الثالث اليوم. طبعا قبل لا انتقل للنقاش الحديث اوجه سلامي للغالي سالم العتيبي والابن لافي، عسى الله يقويكم ويسر اموركم ان شاء الله. ابو شوق، دخول بندر في هاللون ان ذكرتها الان في السناب شات، تقول وش رايك زياد بدخول بندر في هاللون؟ العتيبي حق واس، واس وكاله الانباء واس. نعم والله شو اسمه، اول شيء انا عجبني دخول بندر مع وائل في هاللون، وهذه ترى تحسب الوائل وتحسب البندر وش اسمه، وفي مسابقة بسويها. هذا يبغى يشارك في الكليب بسلم. يشارك معنا؟ في مسابقة بسويها، اللي يقدر يكتب كلمات الكليب ترى جيد يعني. طيب أنا ما فهمت إلا سلام يهلي وخلاني. أبو الوليد هو تتويج هالكليب لبندر العلي، بأنه هو العمدة مثل القرية بما أنه هو أكبر الشباب. وفعلاً هو العمدة صراحةً في كلامه، في حضوره، في تواده، في رزانته على الهواء. شخص يفرض احترامه عليك من خلف الشاشة وأيضا من خلال واجهته، وأيضا تكريم الوائل خواجة بأنه فنان القرية، فكي اثنين توجوا بعض بألقاب يستحقوها، لا وائل خواجة ولا بندر علي، يستاهلوا اثنين ثنائية جدا جميلة بينهم في هالكلب. ما شاء الله تبارك الله. وائل شكل بيترك المسرح بيتوجه إنشاد شلاف دخيلك، لا تفوت خلك استند اب كوميدي. الله يوفقكم ان شاء الله جميع، ونشوف الجمال هذا التميز من وائل كما عهدناه من اول يوم في القريه وبندر العلي، عسى الله يقويهم ان شاء الله جانبا الى البصمات الخير اللي قاعد يسويها بندر العلي والاثر اللي قاعد يبقي، لان هناك تنوع في ادائه او في طرحه داخل القريه. معي من الكوفي شروم مع عبد الرحمن ال زايد. عبد الرحمن صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا ابو سعد. عبد العزيز عفوا. ارحب يا عبد العزيز. الله اسلم فيك. الله يحييك. الله يبارك فيك. مساكم الله بالخير. عندي كلام بسيط اللي هو شو اسمه الموضوع اللي صار قبل يومين. انا اليوم الثاني بغيت ادخل كوفي شروم لكن قالوا ما في كوفي شروم اليوم ذاك. اسلم. فقلت اقول اليوم اللي هو خصم. طبعا عدم دخولكم يا عبد العزيز كوفي شروم البارح، مشيتكم للمخيم او قبل امس؟ اي مشينا للمخيم. اسلم. شو اسمه اللي هو الموضوع الخصم 3000. انا كنت اناقشكم قبلها، قلتوا يعني حماحن بالمعنيين بالنمر، وطلبت انا ابو كاتم ولا جاء ابو كاتم. وعلى حسب كلام ابو كاتم ان اي احد من الشباب يبغاه يناديه ويجي، فانا اتمنى ان الامر يحتم قبل البرايم بكره، وانا متاكد ان امي ضايق هالشيء ذا، واحب اطمنها ان شاء الله ان الامور بخير وتريح بالها باذن الله. الله ييسر امرك. وانت جايز قدم صوت لأبو كاتم، وصل صوتك بإذن الله يا عبد الرحمن، وفضضتك وصلت إن شاء الله. عبد العزيز في وائل وبندر لبيك، عطني إياهم. محمد عثمان برضو نباك بالكوفي شروم. تعال يا وائل تعال. أرحب يا بندر. يلا حي أبو فيصل. صبحون بالخير. بالنور يا بعد راسي. أهم شيء وش رأيكم بالشيلة يا الربع؟ بندر عطنا الكلمات. بندر اتحداك تعيد الشيء. الكلمات سلام يا مايحن كحله، سلام يا سيد اهلي وخلاني. أيوة. لا هذه عارفينها كابتن. هذا عنوان الشيء. الكلمات كل الكلمات الابيات اللي قلت انت الصلوات. والله صراحه ما اقدر، صعبه يا ولد تبي الصراحه. بس والله العظيم بقول لك شيء. كم جالس تسجل فيها؟ والله انه فخر لي اني اقول كلمات من اهل جازان. هذا في الكلور يستاهلوا اهل جازان. اي والله يستاهلوا اهل جازان وربع ورفاقه. كم جلست تسجل الشيء يا بندر؟ جلسنا 6 ساعات أنت وائل. إيه نعم. هذا شفت دوام. طلعتوا من حسابكم الشخصي. الله أكبر. نعم. طلعتوا من حسابكم الشخصي دفعتوا 500 ريال. طبعا هذا الكلام قبل أسبوعين. طبعا هي أسبوع. أول تجربة وآخر تجربة. أنا لاني منشد ولا بصوتي زين صراحة، ترى في الحق فضيلة، لكن كانت تجربة والله حلوة ومميزة. حلو ممتاز. زين أنه ذكر هالشيء بندر، أنه كانت تجربة مميزة. ولا تدري يا بندر الجميل الواحد يحط له اثر في كل شيء. انت شرفت اهل جازان وهم تشرفوا فيك بهالكلمات. والله يا زياد ان الشرف لي. اي والله. بعدين هذا اول شيء. ثاني شيء بكره لو دعوني اهل جازان وش عندي اقدم لهم؟ اقدم لهم هذه الشيله. الله يقويك ييسر امرك يا ابو فيصل، نورتنا يا حبيبي. طبعا هذه انا هديتها لابو وائل خواجي اللي هو اعتبار من والدي علي خواجي. يستاهل يستاهل اهل جازان.
الله يقويكم ابو فيصل ويبيض وجهك يا حبيبي. يعطيكم العافيه. نادينا محمد عثمان وعبد الرحمن طيري اللي انت. يلا في انتظار وائل معنا او هذا محمد عثمان. ابو نايف صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والرضا نعيم. وائل عندي زعل يا شيخ وائل الثنائي. ادام الله هذه الابتسامه التي ولدت من رحم المعاناه يا محمد. يا بعد راسي انت. الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل. واللهم ابقي هذه الابتسامه دائما مرسومه على المحيا انا وكل من احب وكل المسلمين يا رب. يا رب يا رب معك ابو شوق يا محمد. محمد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والرضا. محمد قبل فتره تكلمنا انه محمد ما قدم نفسه كمنشد. نعم. محمد انت الان جالس تكسر القاعده. هذا ثاني كليب بتقدمه للشباب صح؟ نعم ثاني تدشين أقدمه. معليش أبو شوق لو تسمح لي. أنا أدري أنه ربما يعني تعرف أنت كثرة التقارير خصوصا اليوم أدت إلى أنه بس يأخذون مثلا مقطع بندر العلي والخواجي. لكن إحنا ما نسيناك وناديناك لأنه نعم. أنت اللي قدمت الشيء نعم. قدمت التدشين اليوم. الله يسعدك. وقدمت صحيح. أيضا تدشين صالح زهيري. نعم صحيح. لكن ذاك اليوم ما عندنا نتكلم في الموضوع. ايه؟ محمد أول شيء أشكرك على الحضور الله يحفظك في هالمجال اللي انت مميز فيه. الحمد واتمنى لله. تسجل اسم محمد عثمان المقدم ان شاء الله يا رب. انا طبعا بتيح او عفوا طالما ان الفرصه متاحه امامي اقول انه صالح الزهيري الله يجزاه خير والله انه تاج على الراس لما ترى شخص هو قادر يقدم شيلته بدون ما يجي مقدم يقدم للشيله ولكن انه يتيح للفرصه انه يقول محمد هذا مجالك وانا ابغاك تبرز نفسك ويكون متعاون معي وياتي من بعد وائل وبندر الله يجزاهم خير وناصر الغامدي ايضا بادر بانه زد خيرك الاحد القادم ان شاء الله راح اقدم معه حلقه زد خيرك. ممتاز. هذا فضل من الله عز وجل وانا سعيد بهالاشياء. وهذا الشيء يا وائل ما جاك لانك تستاهله. الحمد لله. ان شاء الله تستثمر في البرنامج وبعد البرنامج. الحمد لله يا محمد. يا بعد راسي حياتي. انا بس بقول شغله لبيك. والله اني كنت جالس مع نفسي فكنت اقول انا ايش قدمت في البرنامج. اوكي قدمت رساله ولله الحمد قدرت ابرز نفسي كصوت جميل في الالقاء كما يذكر لي طبعا ما امدح نفسي قلت ليش انا ما قدمت نفسي كمذيع قادر على اداره الحوار قادر على طرح الاسئله استنتاج بعض الاسئله من اجوبه نفس الشخص الضيف. صحيح. فعندي هالمهارة هذه ليش ما قدمت نفسي. فقمت أعتب على نفسي شوي حتى جيت لزياد قبل 3 أيام أو 4 وكنت أشاورة كنت أشاور ناصر الغامدي شاورت كل المختصين شاورتك أنت شخصيا أبو شوق. فأقول إن شاء الله يا ربي إنه القادم أجمل. محمد حبيبي بداية ومميزة. محمد حبيبي يا بعد راسي. هلا حبيبي قلبي الله يصبحك بالخير. الله يحفظك. أنت الآن عارف نفسك إنك تقدر تطلع من شخص لأنك أسئل من خلال أجوبته أو من خلال الحوار اللي ديره. نعم صحيح. الحمد لله. ابدأ بفقرة تحجير يعني شيء قوي جدا. امسك متسابق احجرف زاوية وعطى اسئلة. انا لطيف ما يخالف. اللطافة ذي ما بتنفع في الحوار الرسمي لاخوك. لازم يصير شيء شاد ان شاء الله. الله يوفقك حبيبي محمد. يا بعد راسي وائل يبغاك والله. وائل وشرفتنا يا ابو نايف. يا بعد راسي عندي مايك. ارحب سيد بويا. يلا حيا قول السلام عليكم. كيف حالكم؟ الله يحييك وائل. اموركم زينة؟ طاب حالك يا حبيبي. شكرا لهذا الابداع. هذا قليل وجزء بسيط نقدمه الجيزان وفلكلورها وجمالها الرائع. الجيزان مهما تكلمنا عنها من يشهد لها ابطالها وكتابها والنقاد اللي فيها واطباء وعلماء كفايه ولكن وائل مجرد رمز من رموز اللي يتكلم عنهم والله. ويشهد لها اجمل حد الان في الحد الجنوبي. عسى الله يقويك ويسر امرك يا وائل. انا شاد شر لبيك. سمعت ابو شوق يقول يبغى له تفسير الكلمات. اي والله يا ابو يا ابو شوق الكلمات هذه مفسره ترى من العراق للجنوب وهذا لحن قديم ومعروف فاللي بيجاوبون عليك كثير. انت كثر جوائزك ترى الكثير اللي بيجاوب عليك والله يستاهلون. لكن يقول لك يا ناشر كف كف المدله في مقاع طين وغدراني. ما حد يعرف الطين ولا حد يعرف الغدراني. هيا خذ لك. لا يا ناشر وش يا ناشر كثير المقاع يا ناشرة يعني طالعة يا رايحة في حزة العصر. حنا عندنا ناشرة اللي تنشر الغسيل. ترى حنا في جيزان عندنا برضو هرجة صينية. عارف ايش هي؟ وش هي؟ اتحداك انت تفسرها. ها شنشر ملعب تشاشي. نعم وائل شنشر ملعب تشاشي يعني انا رايح الملعب تبغى شيء. ايوه وائل تفضل. اقول لكم عربي لا يشهد اهو لا يشرد بدق وفي جباهك تعامل ناك وحاجلوه عندك بوله يفوز زنبش عافوتيه وحب جبوم صحراء وطر ابوه في مجيب وخلم هبه تفل في دعامه. افسرها بعد الحلقه لما باقي وقت. ابرد عليه. ما شت مسرع واه ايه فهمتني اني ما يفيد كلامك الا والله فاهمه وربي. الله يسعدك يا وائل يقويك ان شاء الله. الله يسلمك. حياك الله يا وائل. ابغى منيف انا. قول باي. يلا الله يسعده وينبت نبات الحسن يا رب. امين يا رب. ارحب يا منيف. دقيقه يا زياد. منيف جاك المايك هذا هو سعره بمايك. ناد عبد الرحمن يا وائل.
ساكي صباحكم بالخير. صباحك الله بالنور. ارحب يا منيف. صباحكم الله بالخير. يلا انت حييك. شلونكم عساكم طيبين؟ الله يسعد قلبك يرضى عليك يا بعد راسي. ايش كنت بقول؟ لا اله الا الله. انا يوم طلعت يومين انا بس عندي رساله بس اوجهها. يوم طلعت يومين صار موقف عند واحد من اخويا اللي هو المنسق حقي احمد الشرهان الله يذكره بالخير. يا رب. قال يا منيف الموقف هذا لازم اعده لك. ولازم انت تعده على الهواء. قلت ابشر بس عاد. يقول دقت علي مره كبيره بس. جميل. يقول يوم دقت علي تبكي. قالت انت المنسق حق منيف؟ قلت نعم. قالت ابيك توصلها الرساله هذه. قلت له هي. يقول تقول احنا طالعين بسيارتنا عائله كامله. وتقول يقوم الولد الصغير وهو يلف في الدركسون وابونا يسوق. تقول بغينا نروح هوا كلنا يا العائله. تقول يوم ضربنا الولد عقبه وهذا وسالناه ليش تسوي كذا؟ قال انا شفت منيف يفحط بالقرير. قال لي هي سيارتك هوت زد رصيدك. يمكن تذكرون الموقف. انا طالع هنا والله العظيم اتعذر 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 اي والله. وغير ذلك اذا لي موقف سلبي وتشوفونه انتم وتلاحظونه او يلاحظه الجمهور وانا عفويه كذا جاء ابي الجمهور يبلغكم واغسلوني بالمواقف هذه. محشوم يا منيف. اي والله. بس المواقف هذه انا ما ودي والله احد يتضرر منها. والله ان عفويتي انها هاللون. عرفتم؟ وإذا في مواقف سلبية صارت أعتذر منهم، وإذا أحد أخذ مني موقف سلبي أعتذر منه. يعطيك العافية. ما قصرت والله. والله إنهم يأخذون مني الشيء الطيب. يا حي يا منيف صوتك وصل يا بعد راسي وصدقني هذه الرسالة لك ولزملائك ولي قبلكم كلكم. هذا هو. طبعاً ما حددت زياد مفحط سابق يعني ما شاء الله. منيف يعطيك العافية. صاحب مشاهد توعوية لست مفحط أسلم. منيف يعطيك العافية. شوف أنا أبغى فكرتين من كلامك اللي قلته. أول شيء للناس اعتذارك عن جميل وأنه يا جماعة خذوا الكويس اللي فيني وأنا أخطيت. هذا هو. والنقطة الثانية أنه كلام اليوم هو موجود فقط للتقويم. صح. ليس للهواش والمشاكل زي كذا. يعطيك العافية منيف. الله ييسر أمرك يا منيف يقويك. من عندك عبد الرحمن أحد؟ عندي طويرش. تبي طويرش؟ نبغى يبغانا طويرش. جيبوا 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 طويرش. انا بس عندي ثناء على كلام منيف. اسلم يا منيف. انا اقول الله يعطيك العافيه يعني اعترف بالحق فضيله. اعترف انه انا في نقطه معينه اختلفت فيها. جايينك ابو طويرش بس دقيقه تنبيه انه في نقطه بسيطه انا زليت فيها واخطيت عن دون قصد فاتمنى تعذروني فيها. ممكن خرجت مني بدون قصد. اعتراف جدا جميل. اعتذار واحترام للجمهور واحترام رايه واحترام عقليه المشاهد جدا رائع. شكرا لاحترام عقليه المشاهد سواء طفل او كبير. هذا النموذج اللي موجود بس بالشباب. ابو طويرش يلا نتحييه. ها والله ابو خالد يلا حيوا. يلا حيوا. شلونك؟ هلا حبيبي. خليك طويرش. سم شلونك؟ ها والله بالعيال. هلا والله. شلونك؟ شلونك شو اخبارك؟ يلا حيوا حبيبي. سم شلون بلدي معك اسبوع ذا؟ يا اخي والله شف اسبوع ايش اسمه ايش قالوا استثنائي ولا ايش؟ ايه استثنائي. استثنائي يا اخوي. ايه مخيم تدشين ويتسعد. الله ايش بعد بتذكر والله نسيت بعد. يعني اسبوع ما عمره جاء ابد بزيد رصيد. الله اللي مخيم عليه بات كنت شفت يا اخي. يعني هل يعني في عهدك وعصرك انت من سعيت في المخيم؟ سم سعيت في المخيم؟ لاحظتك اصلا في سعيك في المخيم انك كنت تركض بقدر. إيه هو صاحب القرار. نعم قدر يا اخي قدرك يعني ما قدر يعني ما فوق راسي يا اخي. الله يسعدك يا عبد المجيد. وانا ما زلت اقول ان فرصه وما زالت بين يديك لاظهار جوانب كثيره. انا قلت لك يا قبل فتره اخوك من امك ابوك جلس معي يقول ما هي شخصيه عبد المجيد على الشاشه. عبد المجيد عنده شيء كثير بس يحتاج شخص يصحيه. صحيح. الله يقويك يا مجيد. لبيك فزع فيه فزع. لا مو موجود. أنا ما تابعت يعني بوصل اعتذار بسيط لجو الضيوف المذنب خالد الدهلاوي وعبد الله نزيان وقلت ترى انا جربت الساعه بحط الساعه 9 الصبح حطيت الساعه 9 بالليل فانا اعتذر منهم والله. الله ييسر امرك يا عبد المجيد. متى صحيت؟ قواك الله يا بعد راسي. ابو الوليد شفنا اليوم تدشين للمنشد الرائع موسى ابو علي بمسمى الانشوده اللي دشنت امنت بالمسيح. امنت بالمسيح. ابو علي ما شاء الله تبارك الله يعني اسم ما زال متجدد في الساحة ما زال متألق ما زال مستمر من الأسماء اللي يعني تربيني على صوتها وإحنا صغار يعني منذ أنا في ابتدائي يمكن ما شاء الله تبارك الله في الساحة الإعلامية سباق فيها ومن الأصوات اللي تصدح من زمان. فأبو علي ما شاء الله تبارك الله سباق المواضيع اللي يعتقد أنه ما حد سبق عليها
ويعتقد ان هالمواضيع فعلا وحقيقه ابو علي ما يبدا في مشروع او شيء الا بفكر معين، واجلس مع جلسات خاصه كثير الاحظ همه في كيف يطلع برساله معينه في نشيده او كيف يطلع بفكره جديده تحمل رساله للامه وللمجتمع ولحياتنا. ابو علي دائما متالق متجدد بحضوره في الانشاد، اتمنى له التوفيق ولا هي غريب على موسى. وايضا شيخنا الكبير دكتور عايض في كلماته في هالكليب الله يعطيه العافيه، وايضا التدشين الجميل اللي كان في اليوم في القناة، ومن تقديم أخوي ناصر القمدي. جميل جميل أبو شوق. تقول أبو علي يمكن بعض ما أدري هالناس تذكر تلاقينا. تلاقينا على خير. لقد عدنا. والخواج ولا؟ ولا استعجل. تلاقينا لقد عدنا. أنا سيد ترى قديمة جدا جدا أظنها أظنها في أوائل العشرينات يعني. صغرني أنت صغرني أنت. 1420 اتوقع بدايتها او انا قلت بدايه 1420 يقول يعني انت صغير صح؟ عادي يعني انت عقلك كبير الله يطول عمرك. ابداع حضور رائع، الكلمات للشيخ عايض القرني كانت كلمات جباره، الجميع كان حاضر اليوم مثل ما قال عبد المجيد فوزان، اليوم التصوير رائع، الاداء، الصوت، في اشياء كثير كانت مميزه في نشيد ابو علي، وما زال ابو علي يطربنا بالجديد والابداع. تفضل يا اخوي. الله يقويه ان شاء الله وييسر امره. وللامانه للامانه ابداع ابو علي متجدد، ولنا الشرف بحضوره وتدشين هالكليب او هالانشوده في قناه بدايه. باقي شيء لبيك؟ باقي شيء على هو ولا بنختم؟ الرياليتي لا الوقت انتهى تقريبا. لبيك يا علي. انا ودي نقدم اسماء ايات التعازي في وفاه والد صديقي ناصر كنهل. توفي والده بالأمس واليوم صلينا عليه ودفناه، الله يغفر له ويرحمه. والله ما طلب مني إلا حاجة واحدة، الدعاء الدعاء الدعاء. والله ما كان إلا بشوش، ما كان إلا طلق محية، ما كان إلا شخص ورجل يثني عليه الكل الكبير والصغير. يعني كبار المشايخ والله اللي بالخارج اليوم متواجدين في المقبرة اليوم في الدفن، الله يغفر له ويرحمه. لا نطلب منكم إلا الدعاء فقط لوالد ناصر كنهل، الله يغفر له ويرحمه. شكرا أبو الوليد على الحضور. شكرا أبو شوق. الله يغفر له ويرحمه والدنا ابو والد ناصر الكنهال. وناصر عاد زميل واخ، وكان الصلاه اليوم عليه الظهر او الجمعه بالاصح، وان شاء الله ما زال وقت العزاء في يعني في فسحه ويمدين للناس تعزي. وفي حساب احنا اليوم الاول، بكره اليوم الثاني والثالث، حسابه في تويتر موجود اللي بيعزيه ويستاهل الاستاذ ناصر. اسال الله يغفر والده. بس فقط دعاء المهم اللي الرساله اللي حين نوصلها هي الدعاء للميت والأهل بالصبر والسلوان. يا رب يا رب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن الله يغفره ويرفع روحه إلى جنات في عند الله سبحانه وتعالى، وأن يصبركم يا ناصر وأهل ويلهم قلوبكم الصبر والسلوان بإذن الله. غدا نلتقيكم في يوم جديد يخالجه بعض الحزن، الغدا النمنيع والبرايم، سنفارق أحد الشباب المتواجدين هنا في القرية، ولكن نفارقه إلى خير بإذن الله، ولا التقاء ما بعد البرنامج. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحميكم أنتم من تشاهدون، وأن ييسر أموركم، وأن يذلل الصعاب لكم في قادم الأيام. غفر الله لي ولوالديكم، استودعتكم الله سبحانه وتعالى، حتى ألقاكم غدا في أمان الله. زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك جاي عيد الذكريات، مرحبا واليوم زاد الشوق فينا، تاج عز ومجد وفخر وامنيات. ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا، ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا. زيد 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 زد رصيدك، زيد 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 زد رصيدك. يلا 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 زد رصيدك، يلا 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 زد رصيدك. كل يوم نعيش واقعنا حياة، والرصيد نزاد هذا كسب دينا، من اللي فايلقى وجيه مسفرات. يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا، يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا، يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا، يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا. زد رصيدك 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 زد رصيدك. هات يا جمهور يا الدلو